غنخدم الجيب، غادي نخيط هاد التبطين مع الوجه ديال الموديل بهذه الطريقه. هذه نخيط من هنايا، نقلب هاد الجهه هذه ونعاود الخياطه ديالي تقريبا سنتيم. دابا غادي نخيط هاد الدونتيل ولا الكالو على حسب الجيب هنايا في هاد الدوره ديال الجيب. ما خيطت الجيب ديالي كيف كتشوفوا معايا، غادي نحسب هنا 5 سنتيم اللي خلينا ديال الجيب هنايا. حط الجيب ديالي بهذه الطريقه هكذا، نثبتو من هاد الجهه هادي. خاصني نبدل الخيط هنايا صافي. المهم هذا هو الشكل ديالو، غادي نثبتو كذلك من هنا، ومن بعد نقلب ونخيط الجيب ديالي عادي بهذا الشكل هذا. واخا سبق لي حطيته لكم ماشي مشكل. هنا التبطين، التبطين مع الجيب. من بعد كنثبت هذه البلاصه هذه باش ملي يكون نخدم دوك البليات ولا تجيني سهله. هنا غنخلي هذه حتى الاخير باش دوك الطيات ما يجيونيش في التبطين. هنايا نكون درت الطياس ما يجيونيش في التبطين. هنا اللي تكلمت لكم عليه هذه البلاصه هنايا، ممكن انكم تجيو من هذه البلاصه، من هذه النقطه هذه ديروا واحد العلامه. انا ما عرفتش واش حدا يجي طباشه هنايا، ديروا واحد العلامه البلاصه فين غتبدا ديك البليات مثلا، من هنا مثلا هذا الشكل هذا. الطيات يا اما يكونوا لهذا الشيء ولا العكس، يعني يكونوا كيشوفوا في الوسط بهذه الطريقه هذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نجي نخيطوا السروال في الوسط ديالو، يعني نلاقيه الامام مع الخلف، ولكن ماشي في هذه الجهه. غادي نخيطوه غير في الداخل ديال السروال الداخل. وكيفاش غنعرف؟ يعني الخط اللي كنا رسمنا ديال الركبه، هاد الخطوط هادو انا طلعت بخمسة سنتيم اللي هي هادي. غناخذ الجهه ديال الظهر وضعت فيها علامه، يعني حطيت على هادو ودرت العلامه باش ما يتخلطوا لكمش الجنب مع الوسط، حيت هما تقريبا بحال بحال، كاين واحد الاختلاف بسيط، ما جايش داك الخرجه ما جايش بزاف باينه. دونك هنايا غادي ناخذ هاد القنيه هذا هكذا نلاقيه مع هذا طراساج مع طراساج بهذه الطريقه، ونخيط من هنا لتحت. ما غاديش نخيط من الفوق، هذه الجهه اللي فيها السفيفه كيف كتشوفوا، لا انا نجي من الجهه ديال الركبه ونهبط للاسفل. دابا من بعد ما خيطنا الوسط ديال يعني السروال هنا من عند الركبه للاسفل، هاد الجهه بقات مفتوحه اللي غادي تكون فيها هذيك الخرطه. دونك هنايا غادي ناخذوا هذيك القطعه اللي عريضه اللي غنديروها هي الخرطه، كنوضعوا واحد العلامه في الوسط ديالها هنايا، الجهه اللي كتكون مسدوده من هنايا، باش تجينا هذيك العلامه تجينا في هذه البلاصه هذه. صافي ونبداو بسم الله. كناخذ هذه الجهه هذه نحطها هنايا، ديال ديك القطعه فين درت ديك الكرانه خصو يجيني مع هاد الخياطه ديال السروال. يعني هاد الدوره نخيط من هنايا ونمشي بالخياطه بهذا الشكل هذا هكذا حتى الفوق ديال السروال. هذا الفوق ديال السروال هكذا صافي. نتمنى ان شاء الله يكون كيبان لكم شنو كندير. ها نتوما كنخيط من هنايا حتى للفوق. من بعد ناخذ الجهه الثانيه ديال السروال هكذا باش تفهموني شنو، باش ما تخربق لكمش هاد الطروفه. هانتوما دابا هذا هو الجهه ديال الامام، وهذه ديال الظهر اللي لصقناهم من هذه البلاصه هذه هكذا كيجيو بهذا الشكل هذا. كناخذ الوسط ديال السروال وغادي نخيط عاود كذلك نفس الطريقه اللي دات. دابا هذه هذيك الخرطه بهذا الشكل، وغنخيط الدوره كامله. ما كنخيطوا هذه القطعه هذه اللي ذكرت لكم اللي كيصبح عندنا السروال بهذا الشكل هذا، يعني في الوسط ديال السروال كيصبح بهذا الشكل هذا. دونك هنايا كنجيو ناخذوا غير الجهه ديال الامام. هنا راه الظهر باقي ما خيطناش من الكوتي، باقي ما خيطناش الجناب. علاش؟ لان خصنا ديك الباندا. هنايا غادي نثبت هذيك الباندا اللي تكلمت لكم عليها. يعني بعدا اول حاجه نشكل دوك البلياس، نخيط دوك البلياس. غادي ناخذ هذا الباندا نحطها قدامي بهذه الطريقه هذه هكذا، نثبت هذه البلاصه هذه من هنايا غير بالدبابيس ماشي بالخياطه هكذا. الجهه اللي ما بغيتش يكونوا فيها البلي هاد البلاصه مثلا، اولا نقرب شويه عند الجيب هنايا بهذا الشكل هنايا، ونضع واحد العلامه هكذا، والباقي غادي يكون كامل بليات. يعني هكذا
كامل نشكل بليات يكونوا مرتبين مزيان، غادي نستفاد شي كامل نرتبو بليات ونرجع معكم. من بعد اخواتي ما ثبت هاد البليات هادو درت دوك الطيات، يعني بحال هاد الشكل هذا، اما يكونوا كيشوفوا لهاد الجهه ولا العكس اللي بغيتو. دونك هنايا انا قادت لي بليه ديالي، يعني ما كنخيطهمش مع هادو، انا فقط حطيت هادي غير باش نعرف القياس ديالها. بحال ملي كنكونوا مثلا كنديروا الكشكشه، كشكشه كنبقاو نعبروا ونشوفوا القياس اللي يكون على حسب هاد البنطه هادي. هادي غادي تسطوى، غاتبقى قد هكذا. دونك هنايا حنا خدينا غير العبار صافي، هادشي هو الغرض ديالنا من هاد البنطه هادي. دابا غادي نحيدوا هاد الدبوس هذا وهذا وواحد عندي هنا في الوسط بهاد الشكل هذا صافي. هذه غنخليها من بعد هكذا، هذه نخليها من بعد. دابا غادي نثبت هاد البليات، هاد الطيات اللي درت انا غادي نثبتهم بالخياطه كاملين نخيطهم. دابا انا خيطت هادو ثبتهم مزيان هكذا نفس القياس ديال هاد البنطه. الجهه ديال الامام دابا سالينا من الجهه ديال الامام، باقي لنا الجهه ديال الظهر يعني الخلف. دابا غادي نمشي للطبله ديال الفصاله وغادي ناخذ القياس، يعني واحد البنده يعني بحال هكذا، يعني نفس العرض ديالها نفس العرض، ولكن الطول يكون كيبدا من الكوتي ديال السروال من هنايا، يعني من هاد البلاصه حتى الطول كامل يكون قد هاد القيمه كامله صافي. في الاخير غادي يجمعوا لاستيك، يعني في الاخير غادي تجمع بلاستيك في الظهر. بغيتو ديروا فيه بليات حتى هو في الجهه ديال الخلف لكم الاختيار، ولكن انا كنفضل يكون فيه لاستيك. علاش؟ لان الجهه الامام ما فيهاش لاستيك وبالتالي يقدر يجيكم ضيق. دابا غادي نجيب لاستيك كيف كتشوفوا معايا، غادي نحطوه هنايا في الوسط يعني الداخل هكذا. غنثبتو غير بواحد الدبوس ونبدا نخيط، غير نشوف العبار ديال السنتيم ديال القياس ديال الماكينه شحال غادي نخلي صافي. هذا هو المهم عندي هكذا. غاديش نقيس لاستيك دابا، غادي نخيط هنايا. راه كتشوفوا ها هو الحد ديال لاستيك في كاين، نمشي هنايا في الجنب ديالو تقريبا ديال الماكينه، نقلب حتى نقرب لعند لاستيك هكذا. كنبدا نخيط في الجنب ديالو، يعني لاستيك خصو يكون عندي في الوسط هنايا بهذه الطريقه. كنحط يدي هنا وانا كنخيط، استمر اخواتي بهذه الطريقه هذه حتى نكمل هذا الصف هذا ورجع معكم. انا لاستيك نفس البلاصه اللي كاين هنايا خصو يكون عندي في هذه الجهه هذه، نفس القياس نفس العبار بهذه الطريقه هذه هكذا. حتى هنايا غنثبتو، باش كنوصل لهذ البلاصه هذه كندور وكنشد هذا لاستيك هذا نخيطو ونجي عاود في الجنب ديالو بهذا الشكل هذا هكذا نخيط هكذا. دابا كنجي للوسط ديال لاستيك هنايا، ها هو لاستيك كتشوفوا معايا، ها هو العرض ديالو وهذا. طبعا نخيط في الوسط ديالو باش ما يبقاش يخرج ليا يتقلب في الوسط ديال هنا، باش ما يبقاش يتقلب كنثبتو مزيان هكذا في الوسط ديالو، ولا تخيطو في الجوانب ديالو اللي بغيتو. هنايا نخيط انا في الجنب ديالو كاع نثبتو مزيان جوج خياطات، نخيط غير في الوسط كنجبد لاستيك مزيان ونخيط في الوسط ديالو هكذا. نخيطو مزيان، نجبدو لاستيك ونخيطو في الوسط. خيطنا البنطه ديالنا كتجينا بهذا الشكل هذا، وناخذو هاد الجهه هادي كنجي من الجهه اللي مسدوده ماشي الجهه اللي فيها الخياطه، وغادي نحط بهذه الطريقه هادي هكذا في الوسط، طوي عليها هاد البنطه هادي ونخيط من هنايا. فاش كنخيط هنايا كنحصل على هاد النتيجه هادي صافي. نفس الطريقه بالنسبه للجهه الثانيه، المهم تصبح عندي البنطه يعني واحد الدائره تكون كامله مخيطه صافي. نفس الطريقه بالنسبه لهاد الجهه هادي، عاود بهذا الشكل ونخيط. وهنايا باش ما ديرونجينيش غادي نغلق هاد البلاصه هادي، نثبتها بالخياطه، يعني هاد البنطه هادي كامله مخيطه. غادي نخيط الكوتيات، يعني هذا الظهر وهذا الجهه الامام غادي نخيطهم مع بعضياتهم حتى لاسفل الموديل، حتى الرجل ديال السروال يعني حتى الجهه اللي صغيره هكذا.
الباندا الجهه ديال الامام، الا بغيتو تزينوها بشي حاجه ممكن تزينوها، غير ما تخيطوش هنا في الجنب حيت انا غتلصق السروال غادي تخيط هنا، وكنجيبوها هنا في الوسط بهذا الشكل هذا. نزين الجنب ديال السروال البلاصه فين كيكون الجيب هنايا، غادي نزينها هذا راه غير الخيط هذا. الا عجبتكم الفكره ممكن تطبقوها، الا عندكم الترسل خدموا بها، المهم انا ما حاضرش عندي هذا اللون هذا ما كاينش، خدمت بهذا. دابا غادي نلصق هاد الباندا هادي نخيطوها مع السروال. كيفاش غادي ناخذ بعد؟ اول حاجه ناخذ من الخياطه يعني من الكوتي للكوتي، يعني من الجنب للجنب هكذا هنايا، نثبت بواحد الدبوس باش نكون عارفه بان راه الجهه الامام بوحدها والجهه الخلف تكون باينه هكذا. الكوتي الثاني هكذا، نجي للجهه الثانيه بهذا الشكل هذا، يعني الخياطه مع الخياطه بهذه الطريقه. دابا نبدا نخيط هكذا، نقلب دائما ملي كيكون عندنا كشكشه ولا بليز خصهم يكونوا من الفوق باش كنردوا لهم البال هكذا. انا غادي نبدل الخيط ونرجع معكم. صافي اخواتي، دابا غادي نخيطوا بسهوله ما كاينش مشاكل، لان كلشي كان عندنا بالعبار كلشي مضبوط هكذا. دابا هاد البليز كنبدا نحط هكذا فوق من الباندا ونستمر بالخياطه حتى نكمل ونرجع معكم. خواتي كان هذا هو الشكل النهائي، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الموديل. هو هذا الشكل ديالو السروال، هو هذا الشكل النهائي ديالو، هكذا كيجي صراحه، كيجي موديل انيق وكيجي رائع الصراحه. هاد الجيبات ديالو هنا، هذاك الحزام اللي خدمت معكم راه ماشي القياس ديالها، كيبان كبير عليها. وهادو دوك الخيوط اللي زينت بهم في بلاصه القيطان ولا الطرسان هنايا، ما كيبانش اللون ديالو ولكن على حسب الاضاءه هذا هو المشكل. المهم انا بدون ميكواس بحال دائما هكذا. هذه ديك الخرطه هي واسعه غير المانكان، حيت يعني حسب الوقفه ديالها ورجلين هذا، يعني هكذا كتجي. وهذه ديك الطريزه اللي كنت وريت لكم، هي في الواقع راه اللون ديالها كيبان رائع صراحه. هنا فيغ بيستاج وهنا الروج، يعني اللوينات اللي دايره فيها كيبانوا زوينين، غير دابا مع التصوير ما كيعطيش يعني في التصوير ما كيبانش الحقيقه ديال الالوان. هادشي اللي كاين اخواتي، هما هنايا الكمام ديال الموديل هكذا جاوني، هادو ما خيطتهمش خليتهم. ودابا غادي نطلق هاد القطعه هادي، نهبطها تشوفوها كيفاش كتكون ملي كتصبط هاد القطعه هادي، كتجينا مريحه بزاف. انا لبستها قبل ما تلبسها المانكان، كتجي رائعه الصراحه. الموديل كيجي مريح هكذا كيجي، ممكن ديروا الا بغيتوا شي حزام هنايا الا بغيتوا، ممكن ديروا له واحد المجدول ولا هذا الا بغيتوا، حتى هو يجي مزيان هنايا. اذا اخواتي بلا ما نطول عليكم، شكرا بزاف مره اخرى والسلام عليكم.